رجعنا لنكمل أخبارنا. بعد ما أخذت شات جي بي تي ساحة روبوتات الذكاء الاصطناعي للدردشة، جاء منافس صيني جديد، فأعلن شركة بايدو عن إطلاق لروبوت الدردشة الخاص فيها إيرني بوت للاستخدام العالمي. وبالحدث يلي تم فيه الإعلان، قالوا المسؤولين إنه إيرني ما له أقل من شات جي بي تي من أي جانب، فهو قادر يعمل إعلان تجاري بدقائق ويحل أعقد المسائل الرياضية ويخلق حبكة لرواية أدبية. وهو فعلا قدر هالروبوت يجذب 45 مليون مستخدم وصار بأعلى قوائم المتاجر الصينية. المشكلة الوحيدة بإيرني هو دعمه للغة الصينية والإنجليزية فقط، ومو مبين لسه إذا في نية لإضافة لغات تانية.